هذه هي المرة الثانية على التوالي خلال أقل من 24 ساعة يتم استهداف هذه المحطة، محطة تحويل الكهرباء في مدينة القامشلي. كما ترون النيران تشتعل داخل هذه المحطة، لا نستطيع الاقتراب أكثر خوفا من انفجار، وهناك أيضا مسيرات لا تزال فوق سماء هذه المنطقة بالتحديد، لذلك لا نستطيع الاقتراب. كما ترون تحاول سيارات الإطفاء إخماد النيران، ولكن هناك صعوبة في إخماد هذه النيران. خلال أقل من 24 ساعة استهدفت أكثر من 7 محطات تحويل الكهرباء من المالكية والقحطانية، القامشلي، عمودة، والدرباسية، وصولا إلى كوباني. تم استهداف جميع محطات تحويل الكهرباء. نستطيع القول بأن أغلب أهالي مناطق شمال شرقي سوريا يعيشون بدون كهرباء منذ حوالي 24 ساعة. إذا كان المصور يساعدني في تصوير المحطة وهي تحترق، تم استهدافها مرتين خلال أقل من 24 ساعة.